اليوم رح نحكي عن خطة VBS Hosting من شركة نيمشيب الشهيرة. شركة نيمشيب شركة قديمة جدا، صار لها أكثر من 20 سنة بهالمجال. بالأول كانت شركة دومينات، وبعدها ضمت خطط استضافة وجديد حاولت VPN كمان. أسعارها رخيصة وأداء جيد، خوادمة بأمريكا وأوروبا، وبتعطيك دومين مجاني لمدة سنة. خلونا نتعرف سوا على VBS من شركة نيمشيب الشهيرة، ورح نحكي لكم عن عرضنا الخاص عليها لكن بعد الشارة. تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبعد، كيف حالكم إخواني؟ اليوم رح نتكلم عن خطة VBS Hosting من شركة نيمشيب الشهيرة. طبعا شركة نيمشيب شهيرة جدا، صار من عام 2000 كانت شركة دومينات، وبعدها ضمت للدومينات استضافات، من جديد ضمت VPN، خدمات VPN زي ما قلنا بالمقدمة. ده شرح الفيديو عشان تشوفوه، وده رابط العرض بتاعنا. خصم حاليا 50% او حسب وقت اشتراكك، يعني حسب وقت مشاهدتك للفيديو. نحن عاملين طبعا مقال ريفيو كامل عن نيمشيب VBS، بامكانكم تطلعوا عليها. دي الخطتين اللي عند شركة نيمشيب، تشوفوا الصلاحية، تشوفوا الخطط بالتفصيل. وهنا عاملين شرح مصور عشان خطوة خطوة كيف تمشي فيها ان شاء الله. بامكانكم تطلعوا على المقالة، نتمنى تطلعوا عليها قبل ما تبدو عشان كل شيء مفصل ان شاء الله. الآن إذا حبينا نشوف تقييم شركات، التقييم العالمي لشركة نيمشيب، نشوف مثلا دخلنا على موقع تراست بايلوت، فبنشوف ماخذ 412 ريفيو، لكن للأسف نجمتين ونص، بور يعني فقير، فيعني أداء متوسط. هي الصراحة شركة شعبية يعني، فبتمتاز بأسعارها رخيصة، فبننصح فيها للمبتدئين يعني الصراحة، أو الأشياء الرخيصة يعني كل شيء بتمنه يعني. فمنشوف اكسلنت ماضي 37%، ولكن للأسف باد ماضي 49%. فهنا العملاء طبعا ناس يعني بتمدح، ناس بالزم الله أعلم زي ما انتم شايفين يعني. لأن إذا انتقلنا الموقع الثاني عشان نشوف الريفيو بتاعه، كما برضو موقع آنو سايد جابر، فمنشوفه ماضي 4.5 مليون، ولكن 1,486,000 ريفيو. يعني الصراحة أعتقد الرقم مبالغ فيه، يعني ما اعتقد الارقام دي 5 نجوم مسافة مليون وشوي، الله اعلم. مع كلنا احنا علينا نعرض ماخذ 4.5 نجوم. هنا ما تحين منا. اذا دخلنا على الموقع الثالث، ده موقع خاص بالاستضافات يعني الريفيوات، فبنشوف نيمشيب ريفيو اند اكسبيرت ماخذ 37 فيدباك ايجابي و30 فيدباك سلبي، للاسف 6.3 من 10 و3 نجوم من اصل 5، وماخذ يعني ترتيبه على مستوى العالم 496 من اصل 4028 شركة استضافة، ماخذ ترتيب 496. لان اذا دخلنا على موقعنا عشان نشوف الايجابيات والسلبيات شركة نيمشيب، طبعا ايجابيات شركة نيمشيب، طبعا ايجابيات نيمشيب يعني صراحة يعني كثيرة مش قليلة، فخاصة للمبتدئين ننصح فيها. فعنا الإيجابية الأولى أنه استضافة المشتركة رخيصة جدا، وخيارات مراكز البيانات للجميع حزم الاستضافة، يعني بإمكانك تختار داتا سنتر بتاعك يعني السيرفر الرئيسي بتاع الموقع حسب ما الأقرب لعملائك، بإمكانك تختار يعني. في عنا سهولة تثبيت واستخدام ووردبريس، فيها سهل جدا يعني، ما في تعقيد أبدا، وبتعطيك دومين مجاني لمدة سنة طبعا بالخطط المشتركة وخطط ووردبريس. جاهزية المواقع عالية فيها 99.9 يعني عشان ما يقع الموقع، ومثالية متوافقة مع ووردبريس، ودعم فني على مدار الساعة، وسهولة الاشتراك والبدء مع الشركة، يعني بسهولة بإمكانك تحجز الخطة وتبدأ تنطلق إن شاء الله. وسلبيات شركة نيمشيب إنه ضمان استيعاب الأموال فيها 30 يوم فقط، بعتقد يعني كافي. ده أداة شهادة SSL أمر صعبا، بإمكانك تتواصل مع الدعم الفني DSSL بتاعت الحماية بتاعت HTTPS، فبإمكانك تتواصل مع الدعم الفني عشان يحلوها. البطء في خدمة الدعم الفني بصراحة، البطء بسبب الضغط الكبير عليهم، لأن المستخدمين في كل أنحاء العالم بالملايين، عندهم عملاء يعني بالملايين، ففي ضغط عندهم على السيرفرات وعلى الدعم الفني. بإمكانك تنتظر يعني على كل.
لأني أسعاره أرخص من غير شركات، يعني أسعاره منافسة جدا. خططها غير مخصصة للشركات الكبيرة، يعني دي سلبية. يعني الصراحة يعني اللي صار له زمان اللي بيشتغل عنده ترافيك عالي ما بننصحه بشركة نيم فيب. أما المبتدئ المتوسط بننصحه فيها، لأني أسعاره زي ما قلنا رخيصة واستضافاتها بتتحمل جيدة، يعني لا بأس فيها، متوسطة خلينا نقول. ويجب تحسين خدمة العملاء والبرامج التعليمية فيها، يعني برضو يعني لازم يحدثوا. الآن إذا حبينا ندخل على الشركة نبدأ نحجز VPS هوستينج من شركة نيمشيب، ننزل بالرابط ده أو الرابط ده، ما في مشكلة. يعني مثلا دخلنا من ده، حاليا الخصم 50%، ولكن حسب وقت مشاهدتك. طبعا دخلنا على الموقع الرئيسي زي ما انتم شايفين، هنا واجهة الاستخدام فيها كل شيء يعني بيخص شركة نيمشيب. فمثلا دي خدمات الدومين، مثلا حجز دومين ولا عاوز تنقل الدومين اللي عندهم، او خدمة هو از عشان حماية خصوصية الدومين. يعني اذا عاوز تحجز دي ان اس بريميوم مش مجاني، ودي ان اس يعني دي هوستنج، الخطط الاستضافة في الشارد عملنا له فيديو، دي يعني الخطط المشتركة، ودي وورد بريس برضو عملنا له فيديو، راح نحط الروابط بالدسكريبشن، ودي ريسيلر، ودي في بي اس هوستنج اللي راح نحكي عنها دلوقت. فبنضغط عليها، دي خطة في بي اس هوستنج زي ما انتم شايفين. فهنا يعني بقولوا لنا انه سرعة ومرونة ويعني سهولة التوافق. فعند شركة نيمشيب صراحة بالفي بي اس عنده خطتين بس، لكن جيدات. فهنا التسعيرة زي ما احنا شايفين، مونثلي 11.88. الخطة الثانية، الخطة الأولى اسمها بولسر، الخطة الثانية اسمها كواسر. فالخطة الثانية سعرها 19.88. طبعا سعر التجديد دي 11.88، ودي سعر التجديد 19.88 إذا شهر يعني اشترك. فنحن مثلا إذا فصلي أي كل 3 شهور راح تدفع 34.88. إذا حبيت تشترك 3 شهور بس بتضغط هنا وتعطي get started. وإذا كان عاوز سنة، نحن نفضل بصراحة سنة عشان التجديد ما يرتفع السعر عليك أو يصير صعب عليك، يعني فيفضل انك تحط مثلا سنة. الخطة الاولى $140، الخطة الثانية 235.88 ديرلي يعني بالسنة. لان متعرف على التفاصيل، اذا نزلنا لتحت عشان نشوف التفاصيل كلها، هنا فيها تفاصيل كل شيء يعني، فنحن ما بدنا نشرح فوق. زي ما شفتوا حطينا يرلي، في كوارتي كوارترلي، في مانثلي. فمثلا حطينا يرلي $140.88، ودي 235.88 زي ما قلنا. الان الفي بي اس هو الصراحة عبارة عن سيرفر افتراضي، يعني زي ما تقول عندك بي سي او لابتوب حاططه بامريكا، حاططه باوروبا، ده بيخصصوا لك معالج، بيخصصوا لك رامات، بيخصصوا لك هارد او مساحة قرص زي البي سي بالضبط، يعني كمية نقل بيانات مثلا باندويث كله. فنحن الان راح نستعرض تفاصيله. عندنا اول شيء الخطة الاولى معالجين ثنائي النواة، يعني الخطة الثانية رباعي النواة او اربع معالجات. الخطة الاولى رامات الذاكرة الظاهرية يعني 2 جيجا. الخطة الثانية تقريبا 6 جيجا، تقريبا 6144 ميجا، اقل من 6 جيجا بشوي. مساحة القرص الصلب، الخطة الاولى مخصصي لك 40 جيجا، الخطة الثانية 120 جيجا بايت. ودي يعني طبعا الهارد نوع SSD السريع جدا والاعطاله قليلة، وليس HDD البطيء والاعطاله كتيرة. طبعا بامكانك تقسمه لعشر اقسام، يعني زي CDEFGH تخصصه، يعني مثلا تسوي العشر مواقع، العشرين مواقع، يعني المهم عدد غير محدود، لكن عشر اقراص بامكانك تسوي القرص اللي هو 40 جيجا، يعني بوقف القرص 4 جيجا اذا حبيت. طبعا نحن ما بننصح. الباندويث كمية نقل البيانات 1 جيجا 1000 جيجا، يعني 1 تيرا بالشهر طبعا. ودي 3000 جيجا يعني 3 تيرا بايت شهريا كمية نقل البيانات. طبعا كمية نقل البيانات
يعني زي باقة 3G 4G بتاعت الموبايل أو بتاعت DSL مثلا، بيعطوك كم نقل بيانات شهريا، بس استنفدتها بصير مدفوع طبعا بهالكم 1 تيرا يعني أعتقد رقم كبير جدا، ودي 3 تيرا برضو ممتاز. فنقل البيانات يعني مثلا أنا عندي موقع نفترض فيه 10 صفحات مثال، الصفحة فيها حجمها 5 ميجا، فإذا دخل زائر دخل بالعشر صفحات طبعا داونلود أبلود بنحسبه باندويث يعني بتجمع ده مع ده، فبطلع معنا الرقم مثلا 10 ضرب 5 50 ميجا، هذا زائر واحد دخل 10 صفحات، إذا 100 إذا 1000 هيك بنحسب يعني. الآن الأب تايم يعني دوام استمرار عمل موقعك 99.9 من 100 ده ممتاز، بضمن يعني بأمن لك نسخ احتياطي للموقع وعمل ريستور، ودي مهمة يعني عشان لا سمح الله فيروس أو صار شيء أو خطأ بإمكانك تسترده. 50 جيجا بايت باك أب ستورج يعني بإمكانك وفروا لك لغاية 50 جيجا نسخ احتياطي عشان تعمل باك أب. هنا ديديكيتد اي بي بيعطوك اي بي مخصص، يعني اي بي مخصص زي نقول مفتاح الشقه بتاع حضرتك، مفتاح معك فقط، بالاستضافات المشتركه ما في اي بي مخصص، الكل على نفس الاي بي، الكل اللي بالسيرفر فقد يكون بالسيرفر في 100 عميل، ال100 على نفس الاي بي، فاي هاكرز اي دخل هجمات ديدوس او هجمات ميلوير فكل المواقع بتنصاب لسالفة فيروس، الموقع بدون ما تعرف ليه، يعني بيكون مش موقعك لكن موقع جارك او صاحبك او كذا او العميل الثاني اللي بجوارك بيأثر عليك، فده بيعطوك اي بي مخصص لحضرتك ترفع مواقعك كلها على هالاي بي. ودي الخطة الثانية بيعطوك اي بي مخصص اثنين يعني مش واحد. بعد اكسس ليفل يعني بيعطوك تحكم كامل روت بالجزر عشان تتحكم تتصرف في السيرفر زي ما انت عاوز، طبعا بده شوية خبرة كوستومايز يعني تخصيصه زي ما انت عاوز، بإمكانك وصول الصوت والفيديو نقله له. هنا ضمان استعادة الأموال 30 يوم زي ما قلنا. هنا إذا عشان نشوف الأنظمة سنتوز 7 أوبنتو يعني دي كل لينوكس ديبيان. هنا السوفتوير بيعطوا سي بانيل، لوحة سي بانيل صار 10.88 شهريا، إذا حابب سوفت كولوس لوحة تحكم برضو 1.5 دولار، ده زي ما انت عاوز يعني بيعطوك اياه كله بفلوس مش ببلاش. دي WHMCS دي ستارتر لايسنس، وفي خطة بتاعة المتقدمة بلس لايسنس، طبعا الخطة دي لوحة التحكم عشان إذا حضرتك حابب تعمل ريسيلر تبيع استضافات تبيع مواقع تبيع كذا، فبإمكانك تحجز دي $8 شهريا بكفي خطة ستارت اب، وبإمكانك تعود تتحكم بكل المواقع، فمثلا أنا أعطوني 40 جيجا مثلا زي ما قلت بالخطة الأولى هارد، اعطوني رامات 2 جيجا مثلا، اعطوني ترانسفير مثلا او باندويث مثلا نفترض 1 تيرا، وانا عندي 10 مواقع او ده بي 20، فبتحكم مثل زي ما انا عاوز، مثلا ده بعطيه مثلا 1 جيجا مثلا او 5 جيجا هارد مثلا رامات، بعطيه ربع الرامات، ده يعني بتحكم زي ما انا عاوز بالمواقع، ده بزيد له ده بنقص له عبر اللوحة التحكم دي، بخصص يعني المواقع زي ما انا عاوز. طبعا دي في 3 انواع خطط لها، لوحة التحكم متقدمة جدا، ودي يعني زي شركات الاستضافة بتصير يعني حضرتك تصل موقع بتعطيه الكمية اللي هو عاوزه، بتحط عدة خطط مثلا حطيت في موقعك بامكانك تكتر او تقلل، تعطيه لده خطة اولى تعطيه لده خطة تانية، بس كلهم مجموع من ضمن خطتك دي، يعني ما لازم تتجاوز الخطة بتاعتك. طبعا دول عدة رخص، كل رخصة سعرها بيكون اكتر. هنا الإضافات المدفوعة يعني إذا عاوز مثلا يزيدوا لك الهارد، عاوز يزيدوا لك الباندويث مثلا حضرتك مثلا الرام، إذا 128 جيجا يضيفوا لك راح ياخذوا منك $8 شهريا. الديسك سبيس 10 جيجا راح يحسبوا لك يا ب $10، كلها خدمات مدفوعة.
اذا عاوز نسخ احتياطي 10 جيجا اضافي للشيء اللي حضرتك مخصص لك راح ياخذوا منك $10 شهريا. اكسترا باندويث اذا 100 جيجا يعني استهلكت باندويث زياده راح ياخذوا منك $10. ودي اذا عاوز اي بي، الاي بي الواحد $2 شهريا، اي بي مخصص ديديكيتد اي بي. هنا سبورت دعم فني كله بدعمه، سيت اب تثبيت كله. برايسينج هنا عشان دي الخطة الشهر $11.88، 3 اشهر $34.88، السنة $140.88. والخطة الثانية لان اذا عاوزين نشتري، الان عاوزين نشتري زي ما قلنا نحن حطيناها سنة مثلا $140.88. الخطة الاولى بضغط get started فتح لي النافذة دي. طبعا دي خاصة بالدومين، اذا انا عاوز دومين امتداد ويب سايت دومين ده فري من هنا، ولا عاوز تشتري دومين سعره حوالي $8.88 يعني بوقف $9 تقريبا من هنا، ولا يوز دومين مثلا انا عندي دومين على نيمشيب عاوز اربطه بالاستضافة دي من هنا مثلا، ولا يوز دومين ولكن انا شاري مثلا من جوداري من شركة تانية مثلا بامكاني من هنا. دي الخيارات الاربع حسب ما حضرتك تعوز. مثلا انا راح اشتري الدومين من عندهم لاني شركة نيمشيب شركة جدا ممتازة بالدومينات، يعني نحن الصراحة كل دوميناتنا من عند شركة نيمشيب وبننصح فيها الصراحة لاني اسعارها رخيصة وانسب من حتى من جودادي، يعني اسعار التجديد فيها رخيصة برضو. فمثلا انا عندي موقعي طبعا 3robreview.com ولكن حطيت 2020 عشان يقبلوا، فقال لي الدومين $8.88 واذا حابب تحجز فورا معك للعشر سنوات كله يعني بتمنه $105 زي ما انت عاوز. فنحن مثلا راح نشترك سنة، اعطينا add new domain to cart. طبعا هنا زي ما انتو شايفين $140.88 يعني ما نضاف، لان نضغط هنا بنضاف الدومين في ضرائب عليه 18 سنت، مش مشكلة يعني صار الفاتورة صار الفاتورة 149.94. بضغط continue لانتقلنا للمرحلة اللي بعدها اللي هي تخصيص ال VPS. طبعا هنا الخطة اللي الخطة الاولى الخطة الثانية اذا حبينا نعدل، الخطة الاولى زي ما قلنا 2 جيجا، الخطة الثانية وطبعا اسمها بولسار اللي اشتركنا فيها، ودي السنة او الثلاث اشهر فصلي يعني، ودي شهر اذا حابين نعدل من هنا. الان ننزل بنشوف نتأكد من خطتنا، بنشوف انه سي بي يو معالجين الرام 2 جيجا، الهارد 40 جيجا، 10 بامكان اقسمه ل 10 اقراص سي دي اي اف مثلا، الباندويث كمية نقل البيانات 1 تيرا تقريبا، الديديكيتد اي بي الاي بي مخصص زي ما قلنا 1 اي بي في فيرجن 4، داتا سنتر باريزونا، الاب تايم بضمنه انه يتم موقع شغال 99.9. الان السوفت وير السيستم، ففي عندنا سنتوز طبعا الانظمه 3 فري، في اوبنتو في ديبيان اللي حضرتك عاوزه، فنحن بنتركه على السنتوز ده بتاع الاستضافات يعني. اما دي اذا حابب تنزل نظام لينوكس حضرتك يعني ترجع لحضرتك لاختيارك. لان اوبريتنج سيستم فيرجن سنتوز 7، ففي عن عشان نخصص عشان سي بانل، ففي عن الاولى دي يعني فاضيه اذا مش عاوزين نضيف شيء نخليها كده ما بنعدل عليها زي ما انتم شايفين. اذا عاوز اضيف سي بانل او سوفتاكولوس مش راح تنضاف، وهنا برضو مش راح ينضاف شيء يعني دي فري بتجي. اختيار عشان التحكم بالسيرفر زي ما انتم شايفين، اذا انا مش عاوز اعدل على شيء ما بعدل، بس بضغط اد تو كارت فقط. لكن اذا حابب اضيف لوحة تحكم سي بانيل او كذا فلازم احط على دي الاخيرة 7 سي بانيل 64 بت زي ما انتم شايفين. السي بانيل دي لمدة السنة $130، واذا انا عاوز سوفت اكولوس $18 اذا عاوز اضيفه، مش عاوز ما في مشكلة يعني بامكاني اشيل اللي انا عاوزه. طبعا دي بتعطيك صلاحيات سي بانل هم بيشتروها يعني، هو السيرفر بيجي بدون سي بانل، لكن حضرتك اذا حابب تضيف يعني ما في مشكله.
لان اذا نزلنا لتحت مثلا احنا راح نشيل السي بانيل، وانتو اذا حبيتوا بامكانكم تضيفوها زي ما قلنا. خلينا نحطها الان. اذا حددناها بامكاننا نعدل هنا اذا عاوزين السيرفر مثلا نتحكم فيه، لان بيزك الخطة الاولى ولا كومبليت ولا يوزر. الان مثلا اذا حطيته بيقول لي مثلا كاستومر سبورت ادفايس، يعني عشان دعم، عشان مثلا هنا كله يعني شغلات افتر مدفوعة عشان دي ريستور سيرفر. مثلا نفترض السيرفر لا سمح الله وقف، او مثلا بامكانه يستعدوا لي والدعم الفني، اتواصل مع الدعم الفني اللي هو البيزك دي 120 دولار، هم مسؤولين عن السيرفر بتاعي. اذا انا حطيتها هنا انا المسؤول عن السيرفر بتاعي، يعني زي ما نجد في بي اس وان ما نجد في بي اس، وراح نحط الرابط بالدسكريبشن الفرق بيناتهم. ده هنا بشركه نيم شيب بيزك كومبليت ويوزر. فاذا حضرتك تتحكم هم مالون على الدعم الفني، فقط تتواصل مع الدعم الفني. اما اذا ريستور سيرفر، اذا السيرفر فشل مثلا، كل اعاده ريستور راح ياخذوا منك 10 دولار، واي اصلاح للسيرفر راح ياخذوا منك بالساعه 15 دولار، يعني عشان ودي برضو كمان 15 دولار الخدمات. فاذا كان عندك خبره خليه على الفري، لا انت مش عندك خبره حطها بيزك، وهم المسؤولين عن السيرفر بتاعك. اذا ضغطنا كومبليت هم المسؤولين عن الخدمات دي كلها، شركه نيم شيب، فدي بترجع لحضرتك. نحن مخليها هنا الان. هم هنا شركه نيم شيب عم بورجيك الصلاحيات بتاعتك، مثلا انه الفي بي اس سيت اب تثبيته هم يعني راح يثبتوه، اوبريتنج سيستم برضو، الروت اكسس توصل للجزر، ريبوت اكسس اعاده اقلاعه، يعني كله صح. اما ما عندك مونيتور زي ما انتم شايفين، ولا عندك تقدر تعمل ابديت ولا هاي. اذا حبيت لما بتضغط هنا بيعطوك كل الصلاحيات زي ما انتم شايفين، اوف سايت باك اب بيعطوك باك اب 50 جيجا اضافي، ابديت ومونيتور وكله. فحسب حضراتكم يعني كل واحد حسب اللي هو عاوزه. لان اذا نسبنا زي ما احنا شايفين الفاتوره صارت 271 دولار، معالجين الديسك سبيس 40، رام كذا. طبعا احنا بنختار، يعني اخترنا السي بانيل. اذا ما بدنا السي بانيل 140 دولار فاصلة 88، يعني هي حسب الطلب. يعني هنا بيعطوك لوحة تحكم بدائية شوي لكن بتشتغل. واذا حابب حضرتك تشتري سي بانيل تثبته ما في مشكلة، لان بنعطي اد تو كارت، نضغط هنا. الان تقريبا رايحين نخلص. ده الدومين اللي حجزناه نحن 3 رب فيو 2020، وده اذا حابب اعدل بالسنوات دي. اذا فعلته بكل سنة بياخذوا اوتو رينيو، يعني بيقطعوا فلوس لما تكون مو انا بطاقتي موصوله او البايبال، حساب البايبال، فهم اوتوماتيك بيقطعوا الفلوس. لا انا مش عاوز اجدد تلقائيا، بضغط هنا وهنا نفس الشيء. دي الحمايه بتاعت هو از جوارد، بتجي مجانا بشركه نيمشيم. اما كل شركات الاستضافه بيقضوا عليها فلوس حمايه الخصوصيه عشان المنافسين اذا بدهم يعرفوا مثلا خصوصيه دومينك، مين حاجزه، باي بلد، ايمت بنتي حزك. فده اللي، ودي طبعا الضرايب 18 سنت، وده السيرفر اللي حجزناه نحن زي ما قلت لكم. يعني طبعا ربطناه بالدومين ده، ودي التفاصيل سنتوز 7 سي بانيل 64 بت سي بانيل نان، لان احنا ما حددناه، وسكريبت انستولر نان برضه ما حددناه لان مدفوع. فدي سنه 3 اشهر اشهر زي ما انت عاوز، وده 140 دولار لان كله صح. اذا حابب تضيف مثلا عشان حمايه الموقع اس اس ال مدفوع 3.88 تضيفه هنا، فنحن ما في شيء. نقول له confirm order دي او دي نفس الشيء، نضغط هنا. الان لازم نسجل دخول بموقع نيمشيب. فمثلا انا حساب جديد بحط له هنا يوزر نيم، بحط باسورد مثلا، بحط هنا اسم مستخدم، بحط هنا باسورد، هنا بعيد الباسورد مرة تانية، الاسم، الكنية او الاسم التاني، الايميل،
بعطيه كرييت اكونت، طبعا بحط صح اذا ما موجود هنا، وبعطيه كرييت اكونت اند كونتينيو، بفعل لي بدخل على الايميل بشوفه انه بده اكتيف، بس بكتفه وبسجل دخول. انا راح اسجل دخول واتواصل معكم. بعد ما سجلت دخول اكتفت الدومين، سجلت دخول بدخلني هنا اكمل شيء عمليه الشراء. هنا طرق الدفع، اد نيو كارد اذا حابب تضيف كارت، اسم الكارت هنا مثلا، هنا رقم البطاقه مثلا، يوز اد نيو كونتاكت ولا عندك من قبل، فمثلا نحن بنقول له اد نيو، بنقول له الاسم الاول الاسم الاخير، اذا كان البطاقه غير مش باسم صاحب الحساب، اما اذا بحساب فاد نيو كونتاكت بنحطها هنا، بنحط الاسم هنا، بنحط الكنيه هنا، بنحط العنوان البلد المقاطعه او الولايه، هنا زيب كود كنا ناخذه من جوجل، هنا مثلا بنختار البلد اللي نحن عاوزينه مثلا حسب البلد، مثلا نحن نحطه ايجيبت مثلا، طبعا بدعم بايبان، بدعم موقع نيمشيب برضو العملات الرقميه، فاعز حسب ما حضرتك تريد. الان نزلنا لتحت، اذا كان بايبال هنا، واذا كان هنا كل العملات انت بامكانك تختار. ده بعد ما سجلت دخول بالموقع وعملت له ضغط هنا دخلني لهنا، طبعا ده اسم استخدم نيوديل انا عشان تعليم فقط، نيوديل. هنا الداشبورد اذا حبيت اكمل، هنا ساين اوت اذا حبيت اخرج، وبروفايل كل المعلومات حسابي. الان اذا نزلت بعد ما سجلت دخول طبعا وارسلت على الايميل واكتفته، عملت له اكتف. الان طرق الدفع، طبعا في بطاقه من هنا، واذا باي بال من تحت ده باي بال، ودي كل الحسابات والعملات بتكوين العملات الرقميه من هنا او باي بال اللي انت عاوزه. فنحن بنختار البطاقه زي ما انتم شايفين، هنا بطاقه جديده، اسم البطاقة هنا، اسم البطاقة او اسم البنك، رقم البطاقة مثلا هنا، اسم الاسم صاحب البطاقة هنا، الكنية او الاسم الثاني مثلا هنا، الشارع، المدينة، المقاطعة، يعني بامكانك تحط المقاطعة نفس المدينة اذا كان ما في مقاطعة، مثلا هنا زيب كود بامكانك تاخذه من جوجل، ده مثلا البلد بتختار البلد اللي حضرتك فيه، يفضل تكون معلومات صحيحة عشان المراجعة ما يصير أخطاء، وإذا كان باي بال من هنا زي ما قلنا. الآن بننزل، الآن عشان الاستلام التفاصيل هنا الاسم، هنا الكنية، هم بفترضوا انه بجوز يكونوا شخص تاني يعني عاوز توصلوا للبيانات، او واحد يحجز عن اخر. هنا المدينة مثلا زي ما قلنا، هنا الولاية، الزيب كود، البلد، الرقم الموبايل مع الكود بتاعه، هنا هنا ايميل مثلا بتحط ايميل ادريس، وهنا الديسكريبشن اذا في عندك تفاصيل. لان اذا نزلنا لتحت هنا، اذا حابب تجدد اوتوماتيك رينوال سيتنج، فمثلا انا اذا حابب اجدد هنا كله بعد ما يخلص راح يجدد لي بفلوس، طبعا يسحب اوتوماتيك. لا انا مش عاوز، مثلا بحدد اللي انا عاوزه، الدومين عاوز الريجستر مثلا يجدده، عاوز معه خدمة دي ان اس دي مدفوعة ولا دي فري مثلا اذا حابها فري، وإذا حابب الـ VPS مثلا عاوز بعد ما يخلص السنة يجدد VPS، فمثلا أنا بحط له الدومين وبحط له اللي ودي فري مثلا، بيجدد لي لوحده تلقائيا بعد ما يخلص. بعدها بعطيه سيف ماي ديفولت بايمنت، يعني صارت وسيلة الدفع دي افتراضية عندي، يعني لما بدي أرجع أشتري مرة تانية بكل سهولة بشتري، مش ما في داعي لهالتعقيد. طبعا نظرت كونتينيو ما تفعل لاني انا وسيلة الدفع ما ضفتها زي ما انتم شايفين. فبعد ما بخلص بعطيه كونتينيو اوردر، بروح على الاوردر بدفع الفلوس. اذا هون دخلنا نشوف التفاصيل بس نشوفها، ده الدومين اللي حجزناه $8.88، ده في الضرائب 18،
الفي بي اس بولسر دي التفاصيل $140 وده كله فري، ما حددنا شيء منهم. صارت مجموع الفاتورة 149.94. مجرد ما اضغط كونتينيو بروح على الاوردر، بعدها بيعطيني دن تم عملية الدفع، وبهيك بكون مبارك عليك، يعني صار الفي بي اس انحجز باسمك. بامكانك تشوفه اذا دخلت هنا على الداشبورد تفاصيل، طبعا بيرسلوا لك ايميل بكل التفاصيل اللي بتاعت حضرتك، بتشوف هنا كل التفاصيل، بامكانك تعدل من هنا. دي الداشبورد بتاعتك على النيم شيب اللي حضرتك سجلت فيها، وبهيك بكون يعني مبارك تم حجز الفي بي اس على اسمك، وبالتوفيق ان شاء الله. الان ننتقل للعرض بتاعنا على شركه نيم شيب اللي قلنا عليه، الكورس في السعر $97 راح تاخذه مجانا، تابعوا معنا. الان راح نشوف العرض بتاعنا اللي هو على في بي اس هوستنج من شركه نيم شيب، بالمقاله راح تشوفوه او بالديسكريبشن اذا كنت باليوتيوب راح تشوفوه. نحن عشان نختصر نضغط هنا او بننزل للاسفل، نضغط هنا عشان يوصلنا مباشر. ده عرض بلاك فرايدي، عرضنا الخاص على نيم شيب في بي اس. ده فيديو برزنتيشن بامكانكم تشوفوه عن الكورس وكيف حققنا فلوس الحمد لله، وده يعني تعريف بالكورس وكم عاوز بادجيت وشو الادوات، ونحن حاولنا قدر المستطاع ما نكلفكم، يعني كله تقريبا ادوات مجانيه او شبه مجانيه. اذا ناسبك وحابب تحجز اضغط بالرابط ده او الرابط بالاعلى. طبعا حاليا خصم 50%، ولكن قد يزيد قد ينقص حسب وقت العرض. تضغط هنا عشان تحصل على الكورس مجانا او الرابط بالاعلى زي ما قلت. نتمنى تقروا التعليمات دي عشان ما يصير خطأ اثناء الشراء باذن الله. وبعد ما تخلص تضغط املاء الفورم بعد شراء الفي بي اس هنا او استضافة، نفس الشيء. طبعا الاقل اشتراك لازم يكون سنة عشان تاخذ الكورس، يعني ما اقبل اشتراك شهر او 3 شهور زي ما شفنا ما بطلع الكورس المدفوع اللي سعره $97 مجانا راح تاخده. يكون اقل اشتراك سنة باي خطة كانت، مهم يكون اشتراك سنة. هاي النقطة الثانية، طبعا هو كورس عملي تطبيقي 100%، ان شاء الله اسرار المصلحة بين يديك. الان املأ الفورم ونكمل مع بعض. طبعا بعد ما حضرتك اشتريت الاستضافة او في بي اس او كلاود، ضغطنا هنا دخلنا على معلومات شراء الاستضافة زي ما قلنا. هنا بتحط عنوان بريد الكتروني، اسم مشتري، بلد المشتري، رقم فاتورة، الدومين، تاريخ شراء الاستضافة. نتمنى تكون معلومات صحيحة. صورة سكرين عشان طبع بالمعلومات الموجودة عندنا. دي صورة سكرين شوت مثلا، نحن رافعين سايت جراوند، اشتركنا بالشركة دي طبعا. مثلا كنموذج تاريخ الاشتراك، رقم فاتورة، الدومين، ده نحط له اضافة ملف، ونرفع ملف من عندنا، صورة مثلا عن ايميل او عن كذا. بامكانك تمسح البيانات اللي مش عاوزة تظهر، يعني مثلا رقم البطاقة، وهو طبعا الايميل مش راح يظهر، لكن عشان نحن نتأكد مثلا نطابق بالمعلومات اللي عندنا، مثلا دومين، ان كان رقم فاتورة، تاريخ الاشتراك، كله بظهر. فهنا رابط حسابك الفيسبوك لاضافتك للجروب السري، او رقم واتساب مع كود الدولة مثلا زي مصر 02 او السعودية 0966، وهكذا. هنا الكورس عاوزه مثلا كورس الربح من كليك بانك 2020، ولا عاوز كورس الربح من ماكس بونتي 2020، دول بيشملوا العرض. طبعا في ملاحظة مهمة، انه الاقل عرض تكون اشتركت حضرتك مع شركة من الشركات دي خطة سنة وما فوق، اقل من سنة ما نتعرف، يعني 6 شهور، 9 شهور، شهر، شهرين، يعني 3 شهور، من سنة وفوق تاخذ العرض ده. ونحن راح نطبق بالمعلومات اللي عندنا عشان نتأكد. دي الشركات اللي بندعمها فقط حصرا، اللي بتشوفها حضرتك بالفورم ده هي الشركات اللي بندعمها، مثلا اي تو هوستنج، سادي جراوند، بلو هوست، فاست كومنت، يعني شي حوالي 15 شركة. مثلا الاخيرات هدول في بي اس، في كلاود، في يعني مثلا هوستنجر فقط في بي اس او كلاود، يعني هوستنجر دومين او هوستنجر خطة العادية اللي شرد ما بندعمها، يعني الكورس ما مش عرض عليها، فقط للفي بي اس او الكلاود. طبعا في نقطة مهمة بالنسبة للاي تو هوستنج، الإضافة للكورس راح يكون في عنا بونص مجاني إضافي $25 راح نشوفه، يعني بالإضافة لكورس الربح من كليك بانك أو الربح من ماكس بونتي، في عنا كورس بونص مجاني راح نتكلم عنه بعد قليل. نضغط إرسال،
هنا نحن بتجينا المعلومات منطبقة عنا، إذا كان شراءك صحيح وخطواتك ماشي صحيح إن شاء الله رح نعطيك رابط تدخل على منطقة الكورسات دي. طبعا ده كورس الربح من كليك بانك 2020 صار 97 دولار زي ما أنتوا شايفين، وده كورس الربح من ماكس بونتي 2020 برضو صار 97 دولار، وده البونص اللي تكلمنا عليه لاستضافة اي توستنج. حصرا اللي بيشترك باستضافة اي توستنج، كان استضافة إن كان في بي اس إن كان كلاود أي طبعا سنة وفوق، راح نعطيه بالإضافة لكورس من هالكورسين بونص مجاني اللي هو 25 دولار. إذا ضغطنا هنا على كورس الربح من كليك بانك مثلا، الآن دخلنا على كورس الربح من كليك بانك زي ما أنتم شايفين 2020 صار الكورس 97 دولار. طبعا نحن بنعطيك لوج إن المعلومات تسجيل الدخول عشان تدخل على منطقة كورسات وتشوف الفيديوهات برياحة. هنا المقدمة عن كليك بانك، طريقة اختيار منتج زي ما انتم شايفين، يعني شرح اداره التتبع رفع وتعديل صفحه الهبوط الى استضافه اي توستنج. نحن لذلك بننصح يعني بصراحه مثلا اي تو هوستنج ان كان في بي اس ان كان كلاود ان كان هوستنج شريط، عشان نحن شروحنا كلها على استضافه اي توستنج حصرا، فلذلك بننصح فيها، لاني مثلا شارحين سيباني، شارحين ربط الدومين، شارحين كله رفع مثلا لاندنج بيج رابط تتبع كله على استضافه اي توستنج. فنحن بنفضل لكن مش شرط يعني حسب ما راحتك يعني. وده مثلا عمل حملة إعلانية على منتج كله طبعا شرح عملي 100%، وده بعد ما جابت مبيعات الحمد لله بنعملها للحملة مثلا سكيلينج عشان نشيل كلمات المفتاحية المش شغالة ونترك الشغالة. طبعا دي بعد ما تجيب مبيعات. ده كورس الربح من كليك بانك. في عندنا كورس الثاني اللي هو الربح ماكس بونتي، ده كورس الربح من ماكس بونتي 2020 برضه صار 97 دولار، ومن هنا تسجيل الدخول زي كورس كليك بانك والمراحل تقريبا متشابهة. طبعا نحن شغلنا مع بينك ادز، وفي عندنا كليك ماجيك وهوتجار، طبعا كلهم بنبدأ بالخطة المجانية عشان نحقق فلوس ان شاء الله ونعمل حملات وبعدها نشتغل. والشغلة الثانية في عندنا نحن بينك ادز مع اضافة كوبونات، طريقة اضافة الكوبونات اون واوف. نحن الكورس شارحين كورس بالنسبة لبينج ادز على ربح على الكوبونات الصراحة، ان كان اون ان كان اوف، عشان نوقف على اجرينا نبدأ نشتغل وبعدها بنعود ان شاء الله بنشتغل تمويل عادي. ودي مثلا حملة عملنا حملة اعلانية خطوات الجزء الاول الجزء الثاني، وبعد عملنا لسكيل بعد ما جبت مبيعات والله الحمد. ده كورس الربح ماكس بونتي. الان البونص اللي خاص بشركة اي توستنج اللي بيشترك فيها، طبعا احنا عندنا استضافة عليها اشتراك عليها. البونص بتضمن انه اطلاق حملة اعلانية من الف للياء يعني من اي تو زد سعره 25 دولار راح تاخده مجانا ان شاء الله. طبعا محتوى الكورس اطلاق حملة اعلانية من الالف للياء الجزء الاول الجزء الثاني، يعني ده البونص هو عبارة عن ملخص كل الكورس ده بشكل عملي. طبعا ده كورس عملي، لكن ده مشينا من اول خطوه مثلا طريقه اختيار منتج، بعد التعديل على صفحه الهبوط، بعد ربط بالتتبع، بعد مثلا عملنا حساب سوينا كلمات مفتاحيه عملنا لسكيل للحمله. ده كده بكون خلصنا البونص اللي هو عبارة عن جزئين حوالي ساعة ونص تقريبا، فيديوهين شرح من الألف للياء يعني مختصر كل الكورس بشكل عملي. كده بيكون خلصنا إن شاء الله شرح العرض اللي عاملينه نحن شركتنا 3rubreview.com. وزي ما حكينا بالضبط يعني نتمنى تتأيدوا بالتعليمات، نتمنى انه يكون ان شاء الله تحققوا الربح تحققوا فلوس. فنحن مش عاوزين اشتراك تشتركوا باستضافة فقط، عاوزينكم تحققوا فلوس ان شاء الله، توصلوا ان شاء الله لارباح كبيرة باذن الله. نتمنى انه تطبقوا عملي هالاشياء. نتمنى باخر الفيديو تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب، تشترك بالقناة اذا ما لك مشترك، وتعمل له شير على وسائل التواصل. كان معكم بشار سراج الدين من أكاديمية 3rubreview.com، مراجعة شركات الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.